موعد هلا رانديفو مهم جدا. رح نحكي مع المحامي الدكتور الاستاذ او دكتور زياد أشور. اهلا وسهلا فيك. بونجور. حضرتك عضو بجمعيه اجام يلي دوره مساعده السجين مواجهه البيئه المعاديه داخل السجون بس كمان باماكن التوقيف والتحقيق. نعم. لانه التعذيب هلا رح نحكي كمان عن الحمله بيصير وين ما كان. صحيح. يمكن الانطباع الاول اللي عند الناس انه التعذيب بيصير بالسجون اللبنانيه، او السجون اللبنانيه هي بيئه بيتم فيها انتهاك حقوق الانسان ويتعرض الاشخاص للتعذيب. ولكن الحقيقه انه اللي تبين لنا نحن واللي ثبت لنا خلال فترات اللي اشتغلنا فيها مع السجناء انه التعذيب عم بيصير اكثر خلال فتره التحقيقات من قدام الضبط العدليه وفتره الاحتجاز اللي بتسبق وصول الشخص الموقوف او المحتجز الى السجون اللبنانيه. هذا الشيء ما بيعني انه بالسجون ما بصير في تعذيب، ولكن النسبه اقل بكثير من التعذيب اللي بصير بالفتره اللي قبلها. في مقال طلعت بالديلي ستار من كم يوم بيقول انه 52% من النساء الموقوفات بالسجون اللبنانيه معذبين. هل النسبه معقول تكون قد عاليه يعني؟ نحن بنتصور انه مش مبالغ فيها هيدي النسبه، و اللي هيدا الصوت اللي نحن عم نرفعه خلال السنوات اللي مرقت. اجى تقرير لجنه مناهضه التعذيب التابعه للامم المتحده بال اخر 2014 ياكد يقطع الشك باليقين ويقول للدوله اللبنانيه انه بلبنان في تعذيب بدرجه كثير كبيره في ظروف وواقع مؤاتي للتعذيب، وهيدا التعذيب اللجنة وصفته بأنه تعذيب ممنهج، ونحن بنعتبر أنه هيدا الشيء خطير، وهيدا الشيء بيثبت اللي كنا نحن عم نقوله. خلينا نشوف الحملة اللي عم تعملوها لحظر استخدام التعذيب بالسجون اللبنانية وأماكن التوقيف والتحقيق. عملتوا هالسبوت الصغير رح نحضره سوا. تعذيب جريمي، ما تخاف تخبر. صدر التقرير العالمي لحقوق الإنسان وقال أنه بلبنان في تعذيب. التعذيب بيترك آثار. عدل ورحمة بتساعدكن. اتصلوا فينا على 03-148-059 أو 04-410-648. موضوع التعذيب بالسجون هو موضوع يعني في يصير فلسفة. هل بيتطبق لكل شيء؟ هل لما بيكون في موقوفين بجرائم كبيرة، عم نحكي مثلا إرهاب، وانت بدك تاخد معلومات مثلا من هالناس لتساعد يعني لتخلص الناس من غير مشاكل، هل هون لتاخد معلومات ممكن تفكر انه التعذيب مسموح يما لا؟ هل التعذيب هو يا أسود يا أبيض، يعني يا إيه يا لا؟ كيف واحد بتعاطى مع هالمجال؟ وكيف لأنه نحن مش عم نقول إنه نحن مع السجن ومع أكيد الناس يعني عم ندافع عن الناس اللي عملت بشي غلط، ولكن التعذيب بحد ذاته شو مفروض يكون موقفنا منه إنسانيا؟ على أثر التقرير اللي شرت لإله، نحن قررنا إنه نرفع الصوت ونشجع الناس تقول وترفض هيدا الواقع، لأنه لبنان منضم لاتفاقية مناهضة التعذيب اللي بتعرف التعذيب أنه هو أي عمل بيسبب أذى أو ألم شديد جسدي أو معنوي أو نفسي لأشخاص بهدف انتزاع اعترافات منهم أو بهدف معاقبتهم أو بهدف تمييزي معين. اليوم هيدا المنع من التعذيب هو منع مطلق، يعني لا يجوز تحت أي مسمى وبأي ظروف استثنائية أنه نحن نقول معلش بنسمح بالتعذيب. اليوم صار بالنسبة للتحقيق يعني نحن نجيب معلومات لحتى نحافظ على الأمن ولحتى نكافح الجريمة أو سواء لحتى ندير السجون وأماكن الاحتجاز، اليوم في وسائل علمية متطورة لازم بقى نوصل لها نحن بالمجتمع اللبناني بالدولة اللبنانية ونطلع من هيدا المرض، من هيدا الآفة اللي اسمها التعذيب. من الناحية القانونية هيدا الشيء مش مقبول، ومثل ما قلت إنه ما في أي ظرف إرهاب أو غير إرهاب، حالة استثنائية أو حالة عادية بتسمح من الناحية القانونية بارتكاب
أعمال التعذيب. هل هالشيء مسيس أو هي ثقافة؟ يعني التعذيب من وين بيجي؟ نحن التعذيب اللي عم بيحكوا فيه عنا بالسجون وبالتحقيقات بالرابورات اللي أنت يعني اللي بيطلعوا بجرادية اللي أنت كجمعية موجودة بالسجون وعم بتتابعوا حياة السجناء وتحاولوا تساعدوا أو تحسنوا لهم يعني حياتهم ضمن القانون أكيد مش ما في أي في فيلاج عم بتقدموه. شو المشكلة؟ وين جاي هالتعذيب؟ مسيس بالمعنى السلبي اللي نتعرف عليه بمجتمعنا. ما في نقول أن التعذيب هو المسيس، ولكن هناك قرار سياسي وراء التخاذل بمكافحته، هناك قرار سياسي وراء عدم تجريمه، هناك قرار سياسي وراء عدم وضع أو تفعيل الضمانات الموجودة لمناهضة التعذيب واحترام حقوق الإنسان. هذا القرار السياسي مش موجود، هذا القرار السياسي متخاذل أو متراجع بمكان ما. ولكن التعذيب عم يمارس أول شيء لأنه يعني هو مرتبط بثقافة العنف الموجودة بمجتمعنا، وهو كمان مرتبط بأنه نحن ما عم نأهل الجهات المتخصصة بمكافحة الجريمة وبالمؤسسة العقابية، إدارة المؤسسة العقابية، أنه نعطيها بديل. هناك بدائل عن هذا الموضوع لأنه القرار السياسي متخاذل وما عم بيكون في إجراءات على مستوى الالتزام الدولي اللي التزمت فيه الدولة اللبنانية بمناهضة التعذيب. الحملة اللي عم تقوموا فيها حاليا وين مكملة؟ لمين عم تحكوا؟ مع مين عم تتواصلوا؟ هل الشعب لازم يبلش يحكي بالموضوع وبركة يحط شوية تقل للسياسيين يبلشوا يطبقوا القرارات؟ لأنه قانونيا نحن ماضيين conventions ما مفروض يصير هالشي. يعني شو المطلوب منا؟ نحن بهيدي الحملة عم نتوجه بشكل أساسي لكل شخص مرق بهيدي التجربة، لكل شخص تعرض للتعذيب، لأنه الشخص اللي بيتعرض للتعذيب اليوم بهذا الفراغ التشريعي وبغياب الضمانات وبهالممارسات اللا إنسانية والممارسات خارجة عن القانون اللي عم تصير، عم بيكون في عنده خوف إنه يجي يقول أنا تعرضت للتعذيب. وهيدا التباين بين هذا الواقع وبين التقارير اللي عم تصدر، وخاصة تقارير لجنة مناهضة التعذيب الأمم المتحدة، معناتها إنه في 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 ثغرة بمكان معين. نحن عم ندعي أشخاص إنه يتجاوزوا هذه الثغرة، نتعاون نحن وياهم لحتى نرفع الصوت، لحتى نوصل إلى تكريس ممارسات بغياب الآلية القانونية اللي بدنا، هي تكريس ممارسات لحتى ناخذ أحكام، لحتى ناخذ إجراءات بمعاقبة الأشخاص اللي عم بيمارسوا التعذيب. هيدي من جهة، ومن جهة تانية عم نتوجه إلى المعنيين، إلى الرسميين، إلى المجلس النيابي، إلى الوزارات المعنية والإدارات المعنية، إنه ما بقى مسموح. نحن بال2000 وقعنا وصدقنا على اتفاقية مناهضة التعذيب، وبعد لليوم ما عندنا نص قانوني يجرم التعذيب. نحن بال2000 وقعنا على اتفاقية وبعد ما عنا الآلية الوطنية، عم نحكي وطنية ما عم نحكي آلية جاية من نيويورك أو من مكان محلتي، آلية وطنية لمناهضة التعذيب بعدها لم تنشأ، بعد كله هيدا مشاريع قوانين بأدراج لجان مجلس النيابة. يعني صار وقت أنه ينبت فيها، ينمضوا، ينكتبوا قوانين جديدة، ينمضوا حكما ونمشي فيهم حكما حكما. هيدا الواقع ما بقى مقبول. نحن على هالمسارين عم نشتغل، عم مدين ايدنا للسلطات، مدين ايدنا للمعنيين، لانه هن شركائنا بهيدا العمل الانساني اللي عم نقوم فيه، وكمان عم نحاول قد ما فينا نامن ضمانات ورعايه للضحايا اللي هن ضحايا انتهاكات قانونيه. دكتور زياد أشور من أجام، ميرسي لوجودك معنا. شكرا لكم، ميرسي. جود لك بالحمله. مشاهدينا شو رايكم نلقي بس نظره كثير سريعه على الاحداث اللي عم تحصل حاليا ببيروت. Women's World Exhibition 2015 ابتداء من 30 نيسان الساعة 4 بعد الظهر للعشرة المساء. حشك بشيك شو ب 25 نيسان 9:30 عشية ل 12 بالليل بمترو المدينة. ورا الباب مسرحية لجورج خباز ابتداء من 24 نيسان 8:30 المساء بشاتو تريانو. بيروت انترناشنال جاز داي ب 30 نيسان الساعة 7 عشية بأوروغواي ستريت. و أيو بي عم بتنظم لاتن نايت ب 29 نيسان الساعة 7 المساء. نحن منلاقيكم بعد البريك.